السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مطعم كرمة والشيف محمد مصطفى. النهاردة أنا جاي أقدم لكم أجمل أطباق كرمة. معايا الفيرست بتاع كرمة، عندي ميكس مقبلات. بعد الميكس مقبلات هنعمل الناتشوز، بعد الناتشوز هنعمل روكا سلطة، بعد كده هنعمل المندش بتاعنا البيف الميداليون، والديزيرت مع الشيف حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الشيف عادل. نبدأ ان شاء الله الميكس، ميكس ابيتايزر عباره عن بصل، بانيه، فراخ بانيه، جبنه، ميكس جبنه بنشتهر بها جدا مطعم كرمة، وعندنا للبرينجل زي ما انتم شايفين كده. الكلام ده كله بيتحمر، نحطه في الزيت ويتحمر معانا. احنا كده حمرنا خلاص الميكس بتاعنا، وهنقدمه كالاتي. دي الفراخ البانيه بتاعتنا، ودي الجبنه ميت بول تشيز، ده السبرينج رول اللي احنا بنتميز بيه. دي حاجات هوم ميد، يعني دي حاجات دي عاملينها على ايدينا، بنعملها بايدينا. ده السبرينج رول، الحشو بتاعه خاصة جدا بكارما فقط. الفرايد اونيون، الفرايد اونيون ما بتعملش عند اي حد، ده بتعمل عندنا برضو. الفرايد اونيون دي بقى بننفرد بيها برضو، وليها اوردر لوحديها اللي هي ستيكس موتزاريلا بانيه، وشوية الفرنش فرايد بتوعنا في الاخر. وعندنا الصوصات بتاعتنا، دايناميك صوص مش موجود في اي حته الا في كارما. ده عباره عن ايه؟ سويس. ده عباره عن مايونيز، وليه خلطه معينه بتاعتنا احنا بننفرد بيها، يعني سر من اسرار المهنه بتاعتنا. حاجه كده ديناميت جميل جدا للاطفال ولينا وكل الناس. والباربيكيو بتاعنا علشان السبرينج رول، تحت امركم وكم الهنا والشفا. وانا بتي بيف ميداليون، كون من حوالي 300 جرام بيف فيليه، معانا خضار سوتيه، معانا ماجي بوتيتو. طبعا لذيذ وخفيف وسلس جدا وكل الناس بتحبه، بس احنا بنقول برضو ان التسويات بتختلف من مكان لمكان ومن فرد لفرد. في ناس بتاكلوا ميديم، في ناس بتاكلوا ميديم ويل، في ناس بتاكلوا ويل دن. احنا في الأغلبية العظمى بنعمله ميديوم ويل. ليه؟ هتسأليني ليه يا شيف عادل ميديوم ويل ليه؟ علشان يبقى جوسي من جوه، في نفس الوقت يبقى ميلتد، في نفس الوقت يبقى طري، وحاجة جميلة جدا يعجبك جدا 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 جدا. حتة الفيليه عندي اهي، بيبقى عرق فيليه. عرق فيليه ده بنجيبه من عند الجزار، بنجيبه ويبقى طويل كده بتاع حوالي مثلا 30 سنتي ولا حاجة أو 25 سنتي، وبنبدأ نقطعه راوند، وبعد كده نجيبه على قدنا كده ونبدأ إن احنا إيه نفكه بعض الشيء. لما نفكه بعض الشيء كده، خد بال حضرتك علشان إيه يبقى سكن معانا كده ويبقى باللون دوت. وشوفي لحمة بلدي، بلدي لحمة حمراء. بنبدأ بقى نديها، بديها فلفل مبروش. هتقولي اديها فلفل مبروش ليه يا شيف عادل؟ ليه يا شيف عادل؟ علشان فلفل الاسود بيسود الحاجه،
لكن الفلفل المجروش ما بيسودش الحاجه. يا جامد يا سيدي انا عليك. هدي بقى شويه ملح وادي الفلفل المجروش، اقلب الناحيه الثانيه شويه فلفل مجروش وشويه ملح، اسيبه بس ما يعادل 5 دقايق، وممكن احط له، وانا لو لي رغبه ان انا احط له روزماري او زعتر فريش كان بيها، مش عايز احط له خلاص مش هحط له، انا بفضله كده، في ناس بتفضله كده. احط له مفيش مشاكل، هي اللي طلبت مش انا، هي اللي طلبت مش انا، بعمل كده قوم جاي برضو نديله كده واعمل كده اهوت، واديله شويه فوق وشويه تحت على راي عدويه، شويه فوق وشويه تحت حبيبه عدويه. بعد كده بزيته شويه زيت يا شيخ محمد لو سمحت. شكرا يا شيخ محمد. بصوا يا دوبك هو شويه زيت صغيرين خالص اهو، لا يذكر حاجه لا تذكر. اي والله عشان ايه ده زيت نقدر نقول عليه زيت ذره، زيت عايزه تعملي زيت زيتون مفيش مشكله خالص، بس انا ما بحبش زيت زيتون، الزيتون ليه نكهه معينه وليه طعم معين وليه ريحه معينه، الريحه دي ممكن يبقى غالب شويه على الفيليه. احنا مش عايزين ايه؟ لا مش عايزين يبقى غالب. اوعى الله عليك. بس بعد كده اسيبه بس 5 دقائق 10 دقائق كده ياكل نفسه شويه، يتبل التتبيله بتاعته الحلوه الجميله ديت، واخش على النار. ده خضار ستيه يا فندم، بنقول عليه خضار الموسم. يعني ايه خضار الموسم؟ كل حاجه موجوده عندنا، اي حاجه خضر عندنا موجوده في السيزون بتاعها او غير السيزون بتاعها بنجيبها. في عندنا جزر، وفي عندنا قرع، وفي عندنا بروكلي اللي بنصحه للناس كلها تاكل بروكلي، عشان بروكلي حلو قوي 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 قوي، ربنا يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والكوسه اللي هي بتاعتنا عاملينها بطريقه كويسه، وكله ده بيتسلق. الحاجة التانية اللي هنقدم بيها إن شاء الله اللي هي الماجد بتيتو. الماجد بتيتو دي عبارة عن بطاطس مسلوقة بتاعتنا، بس إحنا بقى بنكتر عليها حاجة تانية وبنزود عليها حاجة، وبنحط لها شوية جبنة برمزان من عندنا، عشان إحنا عندنا جبنة برمزان كتير قوي. فابعد ابعد يا شطار، ابعد يا شطار، ابعد يا شطار، عندنا الخير كله إن شاء الله. في عندنا ممكن ننزل مع الفيليه دوت 2 نوعين من الصوص. في ناس بتطلبه جريلد خالص من غير صوص براحتها، في ناس بتحب المشروم بنعمل لها مشروم، في بشقها، في ناس عايزه بيبر بنعمل لها بيبر برضه بشقها، في ناس عايزاها بالحاجه اللي اسمها هولنديز، والهولنديز ده طعم شرحه كتير وحاجه من بتاع زمان، حاجه جميله قوي 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 قوي. الهولنديز ده عباره عن بقى ما بتتخضيش الزبده البلدي بتاعتنا ديت مع اصفر بيض وعلى النار حبيب قلبي، اقلب كده يطلع عامل زي المايونيز بالظبط، حط على الفيليه من فوق، حط جوه الفرن او السربندر بتاعنا حاجه طلقه. اوبا اوبا اسندني يا محمد. ده خضار مشوي علشان الناس اللي هي ليها دايت والكلام من ده، وده برضو خضار ستيه، يعني هم نوعين. فانا يعني انا بقترح لناس، لبعض الناس اللي بيبقى عندها دايت بديهم خضار مشوي. خضار مشوي ده بقى واخد بلسامك وواخد ريحان، واخد ملح وفلفل وزعتر، حاجه كده تمشي في على الجريل عندنا، بيبقى طعمها جميل قوي قوي قوي. الفيليه لو سمحت زي ما اتفقنا ان هو ده الفيليه بتاعنا بدون صوص كده، ده جريل. ما تكشش يا شيخ؟ ما تكشش طبعا، لان احنا عملنا لها صدمه في الاول، واخد بالك من جميع الاتجاهات، فعشان كده حبست كل حاجه جواها، وزي ما احنا قلنا ان هي طبعا بتستوي على مهلها، لما بتستوي على مهلها عمرها ما تكش. وبعدين النوعيه ان احنا بنجيبها، ما هو انا قلت لحضرتك بنسخن طاسه مثلا، انا ما عنديش جريلا في البيت،
ما عنديش جريلا. سخن طاقه، نجيب طاسه ونسخنها كويس قوي قوي قوي، وندي التتبيله بتاعتنا ديت اللي احنا اتفقنا عليها، ملح وفلفل وشويه زيت خفاف قوي. وبعد كده بقوم جاي حاططها على الطاسه. الطاسه ما تكونش فيها اي حاجه خالص، الزيت اللي عندي ده هو ده يعمل لها الصدمه. وانا ماسكه القباص بتاعي او الشوكه ببدا ان انا اقلبها يمين وشمال وعلى الاطراف. بعد كده خدها حطها في قلب الايه، في قلب الفرن، تطلع زي بالشكل دوت. فاحنا اتفقنا ان احنا الفيليه بتاعنا دوت هنطلع معاه خضار مشوي. ابدا ان انا احطه كده، ارص رصه جميله علشان العين بتاكل قبل الايه، قبل البوق، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. اضيف عليه كمان شويه سوتيه من اللي عندنا ده، الجزر بتاعنا الحلو الجميل ده سوتيه. واحط تاني الخضار بتاعنا اللي هو كوسه، بروكلي. البروكلي ما بياخدش وقت خالص، يا دوبك ينزل في الميه ويطلع، لانه ما بياخدش وقت ويطلع بالطريقه دي. بس هو ده الاخضر بتاعنا. ودي عندنا طبعا احنا كده خلصنا الخضار بتاعنا. ده عندنا الماج بوتيتو ديت، دي واخده زبده ولبن وكريمه لباني. وكده الطبق بتاعنا جاهز. الصوصات يا محمد لو سمحت، في عندنا بيبر صوص، وفي عندنا مشروم صوص. المشروم صوص طبعا بيبقى فاتح شويه، والبيبر بيبقى هو صوص الفلفل. بالهنا والشفا، وتحت امركم في اي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا روكا سلط عباره عن جرجير، ذره حلوه، مشروم فريش، جبنه برمجان، عين جمل مكارنل. طب هنعمل الكلام ده كله ازاي؟ ومعانا جمبري، حاجه دي بننفرد بيها كارما، مطعم كارما فقط. لان احنا كمان بننفرد بالصوص بتاعنا اللي هو صوص الفراوله. حد يسالني صوص فراوله ليه؟ هي بتاخد صوص الفراوله عشان تديها نكهه خاصه جدا جدا، احنا بننفرد بيه لان ده سر من اسرار مطاعم كارما. ادي الروكا، ده الجرجير بتاعنا، ده المشروم، ده مشروم فريش واخد بلساميك صوص، ودي الجبنه بتاعتنا، بندي جزء صغير قوي من الجبنه. بعد كده نحط الدوره بتاعنا الجميل. خد يا محمد لو سمحت، عايز الجمبري ده. محمد الجمبري ده بسرعه يا ابني. طبعا الجمبري بقى، وده عين الجمل، هناخد منه جزء في الشغل بتاعنا، والجزء الثاني بعدين. حط شويه من الصوص بتاعنا اللي احنا قلنا ننفرد بيه، صوص الفراوله، ونبدا ان احنا نقلب الكلام ده كله. ماشي اوكي كده تمام. بعد كده هنحطها في البولة بتاعتنا، ويبقى شكلها كالآتي. حاجة بقى بننفرد بيها فعلا، طعمها الجميل، شكلها الحلو، وده الجمبري بتاعنا، شوية عين جمل بقى علشان حبايبنا، شوية جبنة برمزان، وبناخد شوية الصوص بتوعنا دولت في بولة صغيرة، ونعمل الجارنيش بتاعنا، شوية ديكوريشن كده، حاجات جميلة كده بتفرح الناس، كلها ألوان جميلة. وعشان احنا عندنا صوص فراولة، فهناخد فراولة فريش نقسمها كده ونحطها كده. وبالهنا والشفا على كل حبايبنا. هنعمل الناشف سلطه يا فندم. مكونات الناشف سلطه: جبنه شيدر الوان، جبنه شيدر بيضه، جبنه شيدر
بطعم الليمون وصور الكريم، صور كريم واللحمة المفرومة بتاعتنا. عيش الناتشوز دايما بنقول عليه ان هو عيش مكسيكي، فالاكله دي المفروض تكون حاره شويه. فعشان نعملها حاره شويه حاطين كل الحراره كلها فين؟ في اللحمه المفرومه بتاعتنا. العيش الناتشوز، العيش طبعا كله عارف يعني ايه. طبعا دي مش كده، دي اصلا بتتحمر الاول، يعني تبقى نيه بتتحمر وتبقى الناتشوز، دي الناتشوز بتاعنا. هنعمل الكلام ده كله ازاي؟ هنعمل الاتي. ناخد اللحمه دي الاول لانها عصاجه على النار. اتفضل يا محمد، عصاج لي دي بسرعه. بعد كده نرجع مرجوعنا للناتشوز. العيش بتاعنا بنرصه رصه كده جميله. واخد بالك يا ست الكل؟ دكتوره معايا؟ ده كده ست الكل، واخد بالك؟ ده مبدئيا. طب هنعمل ازاي بقى؟ هنجيب شويه جبنه اللي هي الشيدر بتاعتنا، شيدر بيضة، في شيدر بالليمون برضو بتلاقيها في كل حته، يعني مش صعبه. لا هي جايه بالليمون اصلا، مصنعه من بلادها من الليمون. انا بدخلها الفرن شويه علشان الكلام ده كله يسيح. واحنا شغالين بقى اضفنا الاتي، اضفنا ذره واضفنا اللي هي الفاصوليا الحمراء، مع طبعا الطماطم اللي احنا بنقول عليها كونكاسيه، دي عباره عن طماطم منزوعه كل شيء ممكن اي حد يعملها. وضناها الهيلبينو علشان دي مكسيكان. هحط شويه من دول، ابدا ان انا احط كده، احط كده طبق جميل جدا، ينفع مين كورس وينفع ابيتايزر وينفع من المشهيات، الحاجات الجميله اللي احنا برضو بننفرد بيها. طب ايه تاني موجود؟ هنعمل الاتي، هنجيب طبقه تانيه. احنا عملنا طبقه، وادي الطبقه اللي احنا بنقول بنقفل بيها بقى الشغل بتاعنا الجميل دوت. اي حد، اي ست بيت ممكن تعمل الكلام ده كله في البيت، سهله جدا 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 جدا. الحاجات دي كلها بننفرد بيها الحمد لله، اللي هو بقى الستايل المكسيكي، حاجات السبايسي الحلوه. يعني هو احنا على مقربه من الشتاء يخلص مننا، بس طبعا هي تنفع في اي وقت. هديها برضو مجموعه الجبن بتاعتنا. اوكي، ادي مجموعه الجبن بتاعتنا، الاصفر والاحمر واللي بالليمون. اوكي تمام كده. بعد كده ادخلها الفرن بتاعي او تحت السرباندر علشان الكلام ده كله يسيح ويتجانس مع بعضه.